ده الصوفية قال دار يعملوا أسبوع، بعد أسبوع ولا بعد كم يوم دار يعملوا هناك. مشيت أكبر مسجد في رفاعة، المسجد الكبير هناك، تكلمت كشفت وان الله يتقبل. قبل فترة قاموا لي أربعة من الجامعة، واحد ما بعرفه جمي وين والباقيين من الجامعة. واحد قال لي أنا دكتور بتاع إنجليزي في الجامعة، وأنا قلت لك جود مورنين، أنت جايبك لي شنو؟ أنا مالي ومالك يا زول، دكتور ما دونكي، دكتور بتاع إنجليزي، أنا ما بعرف إنجليزي لكن في حاجات معينة بعرفها. والله تعالى أعمل لك شنو يعني؟ أنت تبقى جنبه. جاء قال قدام داري ناقش. الثاني برضو جاء كشفته الله يتقبل. الثالث قال لي أنا جدي سماني، قلت له جيبن نتناظر. مشينا هناك بعدين المناظرة، قلت لهم قالوا لي ها المناظرة 200، قلت لهم من الليلة الأسبوع الجاي الليلة كذي، أنا مسافر الخميس تاني غير يوم الخميس ده وبجي السبت تاني، أي يوم في راسكم جاهزين ما عندنا أي مشكلة. قاعد يقول لي لا نحن ماشيين نشوف ظروف الشيخ وما الشيخ ما شو جوت. لمينا برضو في محل قالوا داري عمل مناظرة تاع المحل، قال إلا تبقوا في جماعة حتى نعمل لكم مناظرة. قلنا لا ما دارين أي جماعة، برانا كذي بس حق كتاب وسنة بفهم السلف وجاهزين لأي مناظرة. ما شو جابوا أوراق قالوا ممنوع الحديث. ما جيت المسجد قام لي عمك قاعد في كرسي ما قادر يقف لله سبحانه وتعالى، جو يقف دفرني دفرني على الحيطة، وأنا يدي انفكيتها في الله يتقبل. الباسطة لكلتها شتنا خلصتها وخطيتها في يدي دي كان بجيه، لكن ده ما من الدين في النهاية عمك كبير. قلت لها حاج زه زه. بعد شوية مرقنا برا الجامع، الشباب اتلموا شت قالوا دارين حلقة هنا في الشارع ده. اتكلمنا في الشارع برضو جانا قاعد يكورك، هو يا ايتو هو يا ايتو يا حاج انت صلت على المسجد لا بنيته لا جبت فيه مروحة، مسجد تلقى اسمه مسجد فاطمة يعني البنات اسمه منه، خلي لي لك ده موضوع طويل. مسجد بنته اسمه فاطمة معناه بنته منه فاطمة مرة فاطمة ماتت، اجوا محمد وما بعرف عوض الكريم يعوضك الله وما بعرف ده بيجاي تاج يصير يصلته. واحد يقول لك انا رئيس اللجنة، اها مالكون جيتوا تلجنوا الجامع اها في شنو؟ نحن قررنا انه ما في حديث في المسجد ده الا باذن، عندي اذن. انت داير اذن من منو؟ من رئيس اللجنة. اعظم الله ولا رئيس اللجنة اعظم ياتو؟ الله في بيوت اذن الله، ده بيت الله ولا بيتكم انتو؟ فاطمة ذاتها ماتت، انت جابك شنو ذاته؟ انت كان راجل ما تبني لك مسجد بنته فاطمة، انت ما تبنيه؟ انت جابك شنو ذاته مسلط؟ والله الذي لا اله غيره، كلهم قاعدين في بيوت الله. قبل ايام مشينا مسجد قال بعد الصبح الكلام لا يزيد على 3 دقائق، تقول ما مسوكين ماشيين يتسوكوا. مشينا مسجد ثاني قال لي 4 دقائق، تقول وزنوا 4 دقائق. والمسائل الخلافيه ما تجيبها، تعرف الخلافيه دي شنو؟ خلافيه مش دخلت المسجد في نجاسه في ثوبك وصليت وانت ما عارفه هل صلاتك صحيحه ولا باطله. والخلافيه مش اتيممت ضربه ولا ضربتين واليد الى الكف نهايه الى الرسق ولا الى المرفق، ما الخلافيه كذي. الخلافيه الله واحد في السودان، دار تعرف الخلافيه في السودان؟ الله واحد بس، والله الذي لا اله غيره. تركب البص يجيبوا عطاله محمد موسى ومين ما بعرف كوسا وكوسا كلهم يتلملموا شغالين. خلي سير قدور داك عمك ده خليه بعد شويه ده وكش سريع سريع بالرفرف، خلينا بتاعنا الصدام ديل ده. الجماعه ديل في البص شغالين، واحد شايقي والشايقيه قاعدين، واحد جعلي والجعليه قاعدين، وبكر والجماعه قاعدين اهله، وديلك جت ساكتين. تقوم انت في القبائل عشان يضحكن يشتم قبائل ونشت ساكتين، تقوم انت عشان تدافع الله تجي اسم زول ما قبيله كامله اسم زول يقول لك ما تجيب الناس. والشايقيه جندب ده اجاب الشايقيه ده مشكلته معاهم شنو؟ ضحك ساي. اجيب القبائل تت عشان يضحكن ساكتين، عليك الله البص ده مش مفروض ينقلب؟ ديل فيهم خير وكلها لخبطه، مسكوا الاعلام مسكوا غيره.